بالسلب. على العموم للمزيد تنضم إلينا فرح مراد، محللة أولى للأسواق المالية لدى إكويتي. أهلا وسهلا بك فرح. لنبدأ فرح من البيتكوين والعملات المشفرة، يعني على ما يبدو أنه سياسة ترامب هناك دعم للمخاطرة على حساب الأصول الآمنة، ما رأيك؟ هلا ما فينا نعتبرها بهالبساطه، لانه الدولار هو اصل امن نوعا ما، عم يرتفع وعم يزيد الطلب عليه. الاصول في الولايات المتحده عم ترتفع، عندنا طبعا يعني نوعا ما صح البيتكوين والاسهم والمؤشرات كلها تعتبر نوعا ما عاليه المخاطر. الذهب الوحيد اللي عم يتاثر بشكل سلبي من هالمجموعه كونه مش بس ما لاز امن، على قد ما انه كمان كان على مستويات مرتفعه جدا من بعد فوز ترامب. في عندنا العديد من الاصول اللي صارت شوي كمان عم تعطيني صورة إيجابية، فطبعا رح يكون عم نشوف ضغط على الذهب مش كأصل آمن فقط، لأنه البعض بيعتبر البيتكوين هو نوع من التحوط في وجه مخاطر أخرى، والدولار كمان عم يستفيد، ولكن أظن منطقي نكون عم نشوف هالضغط على الذهب لأنه الأصول كلها الأخرى عم تستفيد. إن كنا عم نشوف فعلا ارتفاع في الأسهم، ولكن هي أول مرة بنرجع عم نشوف البيتكوين عنده هالترند الواضح، وكمان الدولار عم يستفيد على الرغم من المخاوف اللي موجودة في سوق الدين الأمريكي. طب يعني هل تعتقدي مواصلة الضغوط على الذهب خاصة إذا تغير مسار الفيدرالي خلال الفترة القادمة؟ يعني لازم نتذكر كمان في عنا نحن وقتنا نحكي عن صورة الذهب المستقبلية، في عنا فترات مختلفة قد تكون عم تشهد تحركات مختلفة. على الفترة الزمنية البسيطة نوعا ما إذا كنا عم نشوف نوع من تضخم مرتفع، سوق العمل لا يزال قوي، طبيعة الحال رح يكون عم يدعم شوي المشاعر يمكن في الأسهم وكمان الدولار على حساب الذهب. بس احنا هالأسبوع في عنا التضخم في حال جاء دون التوقعات، رجعنا اجتنا كمان بيانات في الوظائف دون أو جاي نوعا ما يعني ما كانت أعلى من التوقعات بكتير، وبعدين كمان كان في عنا الاستهلاك كمان، هيدي الصورة عديدة أو عنا بيانات عديدة قد تؤدي إلى دعم الذهب في الفترة الزمنية القصيرة. هلأ سوق الدين أظن هون في عنا مشكلة قد يؤدي إلى رفع الدولار في الفترة الزمنية المتوسطة والقصيرة، ولكن على الفترة الزمنية الطويلة مشاكل في سوق الدين قد تعود لتدعم الذهب. فهل نحن ما عاد نشوف الذهب يرتفع؟ هل ما رح نكون عم نشوفه أعلى من 2700؟ ممكن، ولكن مش هلأ. على الأرجح نحن حتى السيزناليتي بتدل أنه قد يكون في ضغط للأسعار، بنرجع بنشوف نوع من جاذبية للذهب في نهاية العام وبداية العام المقبل. نحن بحاجة لفترة زمنية أطول نرجع نشوف دعم للذهب، على الفترة المتوسطة قد يكون الدولار المستفيد الأكبر. طيب إذا انتقلنا فرح للصين، ويعني التحفيزات التي تحاول الصين يعني إصدارها لتحفيز الاقتصاد، هل تلجأ فكرك الصين لزيادة الإنفاق وخفض اليوان لمواجهة سياسات ترامب؟ يعني هو هون المشكلة الكبيرة في الصين، لأنه كانوا يمكن عم بيجربوا يأجلوا هالليكويديتي الكبيرة أو ضعاف اليوان، لأنه كان في عنا كمان سياسة متشددة كتير من الفيدرالي، فكانوا عم يعتبروا طول ما أنه عم نتوجه لسياسة أقل تشددا هالشي كمان رح يكون عم بضعف الدولار، يقوي لنا شوي اليوان بلا ما نكون نحن مضطرين نعمل أي شيء يمكن artificial. ولكن احتمال رفع التارفز كمان من أمريكا بترجع بتعطينا معضلة يعني صعبة لأصين. من ناحية نحن في عنا الاستهلاك لا يزال ضعيف، الانبلويمنت البطالة خصوصي في الشباب في الصين كمان لا تزال عالية جدا، مشاكل قطاع الريل استيت لا تزال موجودة، كلها بحاجة لتحفيز. ومن ناحية تانية كمان نحن في عنا مخاوف من أنه يكون في عنا رفع للضرائب، أظن طبعا مضطرين يكون عم يتوجهوا لضعف اليوان، ولكنه منه حل مستدام، منه الحل الوحيد اللي حيكون قادر أنه يعمل هيدي البالانس. أظن يمكن رح يعولوا أكثر شيء على علاقاتهم مع البريكس يمكن الماركتس في البريكس ليكونوا كمان عم يدعموا. عم نحكي عن اقتصاد هو مهم كتير، يعني التصدير في الصين مهم جدا، نعم. فكمان أظن رح يكونوا عم بيحاولوا يدعموا بالعلاقات مع دول البريكس. إذن فرح مراد، محلل الأولى للأسواق المالية في إكويتي، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.